مشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان، طاقم قناة خالد بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب دائما ودوما معكم في مدينة العروس، مدينة الأفراح والأتراح، جدة الممتعة بأهلها أينما حلوا وأينما رحلوا. الليلة طاقم القناة يتجه إلى حارة العشاق من أجل تغطية حدث كبير، ألا وهو مباراة تكريمية تقام لشخص محبوب أو شخصية محبوبة من قبل من يسكن في هذه الحارة. نعم، الليلة قادمين إلى ملعب العشاق في حارة الكندرة من أجل تغطية مباراة تكريمية تقام للشاب تركي مبارك القثمي الذي سيحتفل بزواجه يوم الثلاثاء القادم في قاعة اللؤلؤة. ومعنا الآن وفي هذه اللحظات والد العريس تركي مبارك القثمي. نرحب فيك عبر قناة خالد بازيدان ومسي عليك بالخير. يا هلا يا مرحبا فيك، حياك الله أستاذ مبارك. كيف تعلق على هذا الحدث اليوم؟ شباب الحارة والمحبين والمعجبين بولدك تركي يقيمون له مباراة تكريمية يحضر هذا العدد الكبير من الناس وكذلك المحبين والمعجبين بتركي، كيف تعلق على هذا الحدث؟ حقيقة أنا يعني ما أقدر إيش أقول لك، يعني شعور الصراحة عالي جدا. شباب يحبوا تركي وهم يعني عملوا له الموضوع هذا، فأتمنى لهم الخير وإن شاء الله نفرح فيهم كلهم بإذن الله تعالى. آمين يا رب، نتمنى ذلك. أستاذ مبارك، يوم الثلاثاء القادم ماذا يمثل لك؟ صراحة يعني ما أقدر أش أقول لك، برضو شعور يعني إن شاء الله يا رب إن شاء الله يتمم على خير، وإن شاء الله يكون زواج مبارك إن شاء الله، ويكون إن شاء الله خير عليه بإذن الله تعالى. نتمنى ذلك ونتمنى كذلك حياة زوجية سعيدة مكللة بالنجاح لتركي. كلمة توجهها لتركي قبل زواجه وبعد زواجه؟ يعني الكلمة اللي هي إن شاء الله أتمنى إنه ربنا سبحانه وتعالى هو شيء يوفقه، وأطلب منه طلب إنه يكون محافظ على صلاته، بس الصلاة هي عماد كل حاجة، كل بالصلاة ربنا سبحانه وتعالى حيسخل له أموره كلها، وهو ولد ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظه ويخليه إن شاء الله، يخليكم كلكم، يخلي الشباب كلهم. آمين يا رب. كلمة أخيرة أبو تركي تثمن فيها مجهودات الشباب الذين عملوا هذا الحفل التكريمي لتركي، رغم لأنه محبوب ولأنه شخص مرح ولأنه كذلك مقرب من الكثيرين في حارة الكندرة هنا على ملعب العشاق، كلمة تثمن فيها مجهودات الشباب الذين قدموا هذا الحفل التكريمي كهدية بسيطة لتركي قبل حفل زفافه؟ حقيقة أنا عاجز عن الشكر أول حاجة، وهذه يعني حاجة كبيرة الصراحة، إن شاء الله ربنا يقدرنا أن احنا نرد لهم الجميل هذا اللي عملوه لنا إن شاء الله. آمين يا رب، نتمنى ذلك. إذا الأستاذ مبارك القثمي والد العريس تركي القثمي الذي سيدخل إلى عالم الزوجية وإلى عشق الزوجية يوم الثلاثاء القادم في قاعة اللؤلؤة، كنت متحدثا لنا عن ابنك تركي وعن هذا التكريم الذي سيقام بعد قليل، شكرا جزيلا لك. أشكركم جدا، أشكركم على هذه يعني اللحظات الطيبة اللي أنتم قدمتوها لنا. يعطيك العافية وبتعافيك حبيبي.